أكثر شيء نسمعه نحن الصبح هو فيروز. فتت لي نظر غنية لفيروز بتعرفوها كلكم هي على هدير البوسطة. جربت تتخيل شو كانت ردة فعله شوفير البوسطة لما طلعت معه فيروز والبوسطة عم بتغني؟ فأنتوا حتشوفوا البي او في تبع شوفير البوسطة وفيروز عم بتغني، اوكي؟ صباح الخير، تفضلي اهلا. دفع عن نزلي، عند نزلي بتدفعي. نحنا كنا طالعين بهالشوب وفطصالي. افتح لك الشباك، افتح لك الشباك عندي كمان. واحد عم ياكل خس. مين عم ياكل خس حاف؟ واحد عم ياكل تين. هو لتين. هو ومرته ولو شو بش عمل؟ شو بدها بالعالم هاي؟ نيالهم شو عبال؟ كل هيدا ونيالهم؟ هات سلافهم. لو بتسكر الشباك يا معلم. ما هلأ كنت فطسانة؟ حسكره. عم سكره روقي الهوا يا لك عيب. قوم انزلي هون، مني واصل على التنور. انزلي انزلي. لو بتشوف لك انزلي هون. كمان وقفت هون في غنية لفيروز كان فيها مقطع غريب، ما بعرف كيف كانت تقطع معنا. هي غنية كان الزمان وكان، سو كنا عم بسمعها. كان الزمان وكان سيدي كان بالحي. غنية حلوة. وبنية الصبيان يجي نلعب على المي. اوه شو كيوت. يبقى حنا سكران. شو؟ قاعد خلف الدكان عم بيصور بنت الجيران. لحظة شو؟ لا 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 لا. لحظة. شفتوا زلمة سكران عم بيصور بنت الجيران الصغيرة وعم ترقصه؟ لا 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 لا. بيقول كفى؟ ما حدا شاف أبعاد تاني للقصة؟ أبعاد وكفى. يور ويلكم. الفرق بيني وبين لأختي هو إنه أنا أنصح منها بعشرة كيلو. ما بيضحك هالشي عادي. أنصح منها بعشرة كيلو مش لأنه بحب الأكل أبداً، لأنه بدها تجيني. صار لها 10 سنين بدها تجيني تقريبا. بتتذكروا بالمدرسه وقتها كانت وحده منها تجيها؟ وحده او واحد منها تنكون بوليتيكلي كوريكت. بس وقتها كانت وحده او واحد منها تجيها بالمدرسه وبدنا نفهم بعض انه بدنا كوتاكس. وبصير في حاله، بتصير انه ريتا عم تعيط لي شادن شادن معك. كثير انا بدي احذر افكر شريدز تو سيلبل وان وورد. شو هي مشروحه منقوشه؟ لا انا مفكر باكلي كل الوقت. لا شادن شادن بتفهم علي انه بدها كوتاكس. بصير تاني ستيب هي بدنا نوصلها الكوتاكس من اول الصف لاخر الصف. بنطلع يمين وشمال انه ما في حدا عم يطلع، ما في شاب حيشوف كوتاكس وينهار. بننزل شوي شوي على الكرتاب. بترفع اصبعك، مدام جو بو باسي لا غوم اريتا. المعلمه لانه سيستم فرنسي وهي شلكه حتقول لكم لا. بتجربوا مره ثانيه، مدام ما حاولي اكثر، لا غوم الله يوفقك، فهمي لا غوم اريتا. اذا قالت لك ايه بتعطيها لا غوم اريتا، اذا لقت لي حالها انت اخر همك يعني. ملاحظين الديزاين على الكوتاكس على علب البادز؟ اكيد شاب اللي عملهم، لانه بيجوا هيك، بيجوا روز و
وجولي وعليون فلاير وباتر فلايز وريكونتان وهذا كله أكل خرى. لأنه أنا سيبا جولي. أنا لما تجيني بيكون كوينتن تارنتينو عم يعمل إخراج بكسة. وكلنا بعتقد فهمانين عبارة وصل الدم للركب غلط. وصل الدم للركب لا وصل الدم للركب هيدا. تالت واحد ذكرني حكيمة تلفن لي قال لي شاكر صاروا 46 في فحوصات لازم نعملها. قلت له أوكي. أخذت موعد دورت السيارة رحت لعنده قلت له خير شو الفحوصات؟ لا أطور أنزل لي هون. قال لي في هدول بدك تعملون. قلت له أوكي. وقال لي في فحص بدنا نعمله هلا. قلت له أوكي. قال لي منطلع على الديفان. على فكرة بتعرفوا رح بيصير شيء غريب عند الحكيم لما يبلش يحكي بالجمع. منطلع. قلت له أوكي منطلع. قال لي منقشيط. قلت له دقيقة. ليك بدك تخبرني شو بدك تعمل أحسن ما تعمل لك شي دعسة ناقصة متخانقة سوا. قال لي لا هو فحص روتيني كالرجال بعمرك لازم يعملوا اسمه توشيركتال. للي ما بيعرفوا شو توشيركتال، التوشيركتال هي لما الحكيم بحط إصبعه بتيزة. هاي هي. قلت له ضروري؟ قال لي ايه ضروري. شباب ما تضحكوا كلكم واصلين له. من هلأ نقوا حكيمكم يكون شاطر وإيدي صغار. المهم راح لبس كفوف اجا قال لي رح حط جيل. قلت له خيي حط جيل شو عم تخبرني؟ ليه عم تخبرني؟ شو عم تهيجني يعني؟ حط اعمل شغلك سيسرني. المهم فحصني ما حبيت طريقة يعني انه ولانه عزمني على كيس قبل حط موسيقى اللي تيابك حلوين. لا والأزل من هيك إنه آخر شيء قلت له ميرسي ودفعت له. كنت بسنغافورة أوكي. هلا أوكي كنت بلبنان. أوكي كنت بلبنان. كنت بلبنان عم بعمل أونلاين كورس والكورس كان هو بسنغافورة. أنا كنت هون. كان أونلاين كورس طلب منا البروف نعرف عن حالنا على الأونلاين فورم. سو فتت على الأونلاين فورم وكتبت Hello I'm John terrorist coming from Lebanon ha ha ha. في أكد لكم أنه ما كان في أجواء الها ها ها بسنغافورة. بعدها بجمعة وصلت على سنغافور كرمال نكمل الكورس. صرت على سنغافور سوبر محمد فاينلي بدي اتعرف على بلد جديد. صرت على سنغافور لقيت كل العالم بالمطار عم تطلع فيي بطريقة غريبة. قلت ولا هيدا سوقي. وصلت على التشيك بوينت قالت لي your passport please. وهون طلعت لها هيدا الباسبور اللبناني يلي بنكون معلقين فيه باسبوراتنا لقدام لما نضيع شي من انجازات الفيز يلي حققناهن. سو فعليا عطيتها بوتي روبير جونيور. طلعت فيها قالت لي Where do you come from؟ وهون بيطلعوا فيكم هول الأغاني الوطنية قلن إنك لبناني. بس طلعت لقيت الفايبز بيني وبينها كتير منيح. سو طلعت فيها قلت لها Why do you want to know؟ سو أخذت باسبوري عملت هيك He's here. أنا كنت بموت I'm here. جايز كان هيدا آخر شي بتذكره. طبوا علي أمن الدولة أمن المطار أمن العام أمن الحزب.
طبوا علي وحملوني بهالمطار، انا كنت بموت. حريه 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 حريه. مهم جابوا الكلاب يلي بيفتشوا الشنط، قالوا لي يور باكس بليز يور باكس بليز يور باكس بليز. راح وقفوا كل الشنط بالمطار، فتحوا لي شنطه، امي بعتي معي كبه بلبنيه، وطلعت ريحة التوم بهالمطار، وطلعت ريحة التوم بهالمطار لدرجة الكلب يلي عم بيشم الشنطة راح عند العسكري قال له سوري بس هيدا الشاب بيتر مش دارسينه. بلشوا معي تحقيق، قالت لي سير واتس يور ريليشن شيب ويز ايزيس. قلت لها ليك صراحه صراحه يعني كيف بدي اقول لك، يعني كوزان دوزيام دوغري، يعني امي وامه واولاد العام ما عزمناهم على العرس. بعد 7 ساعات تحقيق بسنغافور اجت قالت لي سير You're free to go. قلت لها thank you so much for this very professional investigation. The best one I ever had. قلت لها you mean you had other investigations before? يا حمار. مرة بالليل كنت رايح على البيت، مارق من بير العبد، كان في شباب قاعدين على الإكسبرس، فقام شاب من هول اللي قاعدين على الاكسبرس اجى لعندي، قرب لعندي هيك كمشني بالقشاط، قال لي هذا القشاط لإلي. هلا صراحه صرت افكر انا بالموضوع انه بركي القشاط لإلي لإله، امتى لقيت انه لا القشاط مش لإله وبده يطربشني، وانا بتطربش الصراحه وبالمشاكل بفهمش. عملنا مشكل، اكلت قتلي الدعوست. مهم اكتسبت شيء من هذا الموضوع، صرت اعرف الكاركترات تعول المشاكل بالضاحي. ها انتم منتبهين لكل الكاركترات تعول المشاكل؟ حاشرح لكم عنهم. بالضاحي في اللي بيجي بالمشكل عطول متفاجئ، ما بده يصدق شيء، بديش يصدق، حاط براس بديش يصدق شيء، هذا هيك بيجي شو امي اختي تيه شو اختي لك ايه اختك فيش الا انت وهو نازلين بهارات بعض فيش غيركم اخي. وفي اللي بيجي على المشكل مهروق بيكون مستعجل لدرجه انه هذا بس بيجي بيصحط بالمشكل وبفل، يعني هذا بيجي هيك الاخر من يوقف وفي اللي بيفوت على المشكل هيدا ما حدا بيضربه ولا ضربة كف، بيظهر من المشكل بده مستشفى دغري، هيك بيجي شوفي 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 ما فيش كبير بالمنطقة، ما فيش كبير ما فيش كبير هون، ما عادش حاسبين حساب لحدا، ليش؟ أنا شو عم بعمل هون؟ بيسحب سكيني شو؟ عم تطلع شو بال؟ شو بال؟ بصير على كتر الدم اللي عم يطلع منه بصير يطهوش، اتركوني اتركوني خذوني على المستشفى خذوني على المستشفى، لا اتركوني اتركوني لا خذوني خذوني. بصير يعمل مؤثرات صوتية يعني بتم، وهو بصير يعمل مؤثرات صوتية لحاله، تركوني أنا مش ناسيك، ها مش ناسيك، هلا بدي أروح أجيب لك ليشن وإجي تا 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 تا. في أكتر كاركتر بخوفني بالمشاكل هي المرة اللي بتوقف على البرندة.
وعطول ابنه اسمه علي. تظهر هيك على المشكل على البرندة. وين وين علي؟ يا علي قلبك يا علي، شدوا من شعره، شدوا من شعره يا علي. ونحن كلنا عم نتطلع على أمه إلا هو أخو المنيوكي بديش يرد عليها. بيضلوا شو بكم شو بكم، بتصير هي تعيط له وهو بينزعج من الصوت، بقوم بعيط هلا انت فوتي لجوا، بصيروا ناغموا لبعض مثل عم يغنوا يعني، عرفت كيف؟ بصير يا علي فوت على البيت يا علي انت فوتي لجوا. ميرسي كثير، كان معكم حسن أبو.